بسم الله الرحمن الرحيم. استنادا الى توجيهات الوزاريه وباشراف من السيد المدير العام لهيئه العامه للمياه الجوفيه، تستنفر ملاكات الهيئه العامه للمياه الجوفيه فرع النجف الاشرف بتقديم الخدمات لزوار الامام الحسين عليه السلام بمناسبه الزياره الاربعينيه، ولدعم ومؤازره هذا الزحف المليوني باتجاه ثوره باتجاه قبله الاحرار الامام الحسين عليه السلام. وتمثلت هذه الخدمه في حفر مجموعه من الابار لتقديم الخدمه للمواكب الحسينيه. بلغ عدد الآبار المحفورة في هذه السنة 5 آبار، وبذلك يكون العدد المتراكم للآبار المحفورة ضمن لتقديم الخدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام بحدود 140 بئر. هذه الآبار تستخدم للاستخدامات المنزلية ولأعمال التشجير أيضا، إضافة إلى أعمال إعادة تأهيل الآبار للمواكب الحسينية بلغ عددها 7، إضافة إلى أعمال الصيانة الكهربائية البسيطة والميكانيكية بلغ عددها بحدود 27 بئر. وإن شاء الله مستمرين بهذا العمل بشكل متواصل وعلى امتداد الطريق يا حسين لدعم هذا الزحف المليوني، وهذا هو دأب وزارة الموارد المائية بتقديم الخدمة وباستنفار جميع ملاكاتها على امتداد طريق نجف كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإحنا جايين هنا وأنتم وهذا الكادر إلى خدمة محمد وآل محمد وخدمة الحسين، وأنتم أقمتم بعمل جيد، بارك الله بكم جزاكم الله خير أنكم دائرة العبارة وجبتونا هذا الماطور وحفرتونا هذا البير، والله يجزيكم بجزيل الشكر والثواب وبارك الله بكم. نشكر المدير وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. هذا البير فادنا فائدة كلش كثيرة. أولا المياه هاي الصحية إلى المرافقات إلى السبيح، ما أدوار يصير عندنا هذا ماء العار وماء شرب من عنده، للطبخ للغسيل حتى لغسل القاعات من هذا البير، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.